بيشتغل البناء. رمضان رمضان الماضي هون وهذا رمضان الثاني هلا، والحمد لله الخير كثير الحمد لله رب العالمين، عايشين ساتر على الله. بس قلة المي عندنا، قلة بالمي كل صيفية هيك بصير فينا قلة مي هون عندنا كثير، ومعونات ما ابغى لك معونات كثير ولا قليل، الحمد لله رب العالمين. بنزل هون هيك بتصور تتفرج على المناظر. يعني كان قاعدين وماشي الحال، لما من راس السنه ولهون ما في شيء بنوب الحقيقه، انتسينا على الاخر يعني. على الاخر ما خطفنا بهالمخيم بنوب. يعني حتى المي قليله. الحقيقه حتى المي قليله، كهرباء عدم خالص، ما في شيء، خدمات ما في بنوب. يعني الشاطئ بشوف حاله علينا الحقيقه. الشاطئ بشوف حاله علينا. صار في عنا امراض كثير مثل امراض حبه السنه، صارت منشوره كثير عندنا. اول صار عنا حالات جرب، اكثر من 50 حاله جرب صارت في المخيم، ونادينا كثير وحكينا، ما كمان ما استفدنا شيء، ما حد لا صوت لمن تنادي. صرنا عم نحكي فتره من شارع عنا، طلع هون حوالينا القمامي الزبالي، الناس طلع تفرج شلون، ما حد كمان حكينا كذا مره، رحنا على مجلس على اساس بعتونا السياره شالت الحاويات ومشت وما عاد حد جاب شيء. كيفك انت؟ عايش انت؟ عايش هون خالي؟